وحشتني انه نتيجة التحليل طلعت الكتلة خبيثة. خبيثة؟ بس طبعاً تعرفنا على المرض بمرحلة مبكرة جداً وهذا شيء كتير جيد. بمعظم الحالات نقدر نحاصره ونسيطر عليه، يعني الشفاء غالباً بيكون تام. شهد بترجاكي طمنيها، 90% من حالات سرطان الثدي بتشفى بشكل تام اذا تم الكشف المبكر عنها. ماشي دكتور، شكرا.